الأميبا. راح نبدأ إن شاء الله بالأميبا. بالنسبة للأميبا قلنا حيكون من اسمها أميبا، وإحنا إن شاء الله يمكن أنتم أخذيها قبل، ما أعرف صف ثالث متوسط أو رابع ما أتذكر، بس المهم أنتم مر عليكم الأميبا. ودائما حنقول أميبك شيب، دائما نصف شيء. الأميبك شيب هو means irregular shape، means irregular shape. أميبا حيكون it is or it has two stages، trophozoid and cyst. مثل ما قلنا بنجرن عند البروتوزوا، بس أنا طبينا بالأميبا. بالنسبة للتروفوزويد حنشوفكم إن شاء الله شكله، حيكون شباب irregular shape with the one nucleus، irregular shape with the one nucleus. هذا هو الشيء، هذا ان شاء الله اكو صور اوضح. هذا يوم يكون حقيقة oval or elongated، فيكون حقيقة دائما عنده irregular shape and pseudobody. pseudobody هنا هنا شوية rounded، هنا elongated، هنا شوية oval، لكن with the one nucleus. One nucleus with the one nucleoli، نوية واحدة أيضا. هذه حقيقة اللي ده تشوفوها شوية طوخ، هذه هي ingested RBC، يعني تتغذى هي على ال RBC والبلاد الموجود in the intestine. ال common or most important example of amoeba is enterohistoretica. انتبهت هي عبارة عن الباراسيتك تايب اوف اميبا. الحقيقة epidemiology of this parasite occurs worldwide. The highest incidence and prevalence is in the area with the poor sanitation. طبعا هي related to the fecal or oral transmission وrelated mostly to the hygiene, oral hygiene. يعني من ينتقل عن طريق food and water contamination to from the human to the human. بالنسبة للباثولوجي and clinical manifestation، the most pathogenic of all causes amoebic dysentery. Can become excellent signal. Can be fatal. Hepatic abscess is the most common and dangerous complication. Chronic infection may last for years. Often confused with the colitis and cancer. احنا قلنا هسه عندي اخذنا example of the amoeba هي الانتبيبستريتكا، اللي حيقولنا مثل ما قلنا بالبداية انه تتكون من تو ستيج. الستيج الاول هو تروفوزويد، وقلنا شكله بيكون ان شاء الله تاخذه بالعملي اوضح بهذا الشكل. والسيست حيكون احنا بعدنا هذا النانا المورفولوجي. المورفولوجي بالنسبة للسيس حيكون عبارة عن oval shape أو rounded with the four nuclei. بالسيس أربعة nuclei، لكن عنده بالتروفوزات حيكون one centrally or sub centrally أو x centric يسموها position of the nucleus. بالنسبة لل ways أو life cycle، لو شوي نفصل ال life cycle of the enterohistoretic. الحقيقة هو يكون ال infective stage is cyst. When the cyst engulfs or transmitted to the human and it is with the contaminated food and water. Contaminated food and water. And this cyst مثل ما قلنا هو عبارة عن over shape surrounded by the cyst wall. Surrounded by the cyst wall and with the four nuclei. This cyst wall or thick cyst wall will be help the parasite to enter to the human body. يعبر الماوث والإنزيمز of the mouth، يعني ها قلنا التربسين والبيبسين بس بكمية قليلة موجودة بالماوث. هذا بالنسبة للأورال، ينتقل إلى
الإزفاغس، بعدين يدخل إلى الاستومك. الحقيقة الاستومك احنا لو يعني نراجع معلوماتنا بالنسبة للبي اتش او استومك ايش قد، هو حقيقة واحد اكو في الرين مثلا واحد الى واحد بوينت، يعني من 1 الى 1.7 البي اتش اوف اسيديتي اوف ذا ستومك. سو هذا البي اتش هو اللو الحقيقة، لو الاسيديتي مالتها، سوري هاي الاسيديتي مالتها. هذا حيقتل اني تايب اوف بكتيريا ما تتحمل. يعني احنا نشوف انه الموست باثوجينيك بكتيريا او باراسايت او فانجس هي حتعيش بالرينج مثل هيومن بالنسبه للبي اتش، يعني حتكون 6 او 7، يعني ما تتحمل هذا اللو الحقيقه، هذا اللو بي اتش اللي هو الهاي اسيديتي. فلهذا هذا كلش امبورتنت، وتعتبر من ال الاميونيتي بارير او ديفنس بارير اوف ذا تو ذا هيومن. يعني على مود احنا مثلا بالنسبه للاكل مالتنا احنا خمس صحي 100%، يعني هاي الحمد لله رحمه من رب العالمين انه هذا البي اتش هذا القليل الهاي اسيديتي فحتقتل. لكن هنا حيصير ديزيز الحقيقة. ليش يصير ديزيز من الهاي كونتامنيشن من الفود او ووتر كونتامنيشن؟ هنا الباراسايت يعني او اني تايب اوف باثوجينيك اورجانيزم راح يكيف نفسه. هنا السيست حيكون ثكول، هذا الثكول حقيقة حيقاوم اللو الهاي اسيديتي اوف ذا ستومك. فهذه الحقيقة راح ممكن شي يصير بيه، يصير بيه destroy lysis by the enzymes and pH أو ال acidity of the stomach. راح يطلع شنو بداخله؟ يعبر إلى الددرم. خلصنا احنا من هذا بالنسبة لل صار بيه انسلاخ هذا التيك وول، هو راح يبدي يوصل إلى الددرم، بيها يموت وبيها يوصل. يعني هو هذا التشانس، ممكن انه تشانس انه ممكن داي، وممكن تشانس انه يوصل الى دودنم. عند دودنم شو راح يصير شباب؟ هنا انا راح يصير عندي يصير بي احنا قلنا هو سيست، يصير بي اكسيستيشن. اكسيستيشن هو عباره عن يخرج من السيست مالته ويكون لي احنا قلنا هوماني نيوكلياي، هي تكون 4، كل نيوكليا تنقسم قسمين راح يصير بها صارت 8. إذا إيش قد صار عندي؟ إحنا قلنا التروفوزويت تحول لتروفوزويت، يعني كل سيست واحد إذا كان إذا شانس إنه يوصل إلى دودنم راح يكون عندي ينطيني 8 تروفوزويت، لأنه كل تروفوزويت حيكون ب 1 نيوكليات. After that in the دودنم راح يبدي شباب إحنا قلنا أو راح نقول إنه there is no infection without attachment. Attachment is very important for the disease making, for the pathogenesis. It's important. يعني إحنا قلنا بالنسبة للباراسايت تخيلوا إنه هو مو عنده أداة الاتصال أو إنه يلتصق على التشوز. هذا شنو حيكون مصيره؟ حيكون مصيره إنه راح يكون with the food and water وراح يعبر pass to the from the duodenum الى الجيجنم إليا، ويبدي يدخل بالكولون واللارج انتستين ويروح للسيجمويد اند ريكتام ينتهي ويخرج ويا الفيسز. اذا ما سوى شيء يعني ما سوى ديزيز. هنا انا مد هو يبقى انه هو يحتاج للهوست، هو باراسايت، هو اذا قلنا يحتاج مثل ما عرفنا الباراسايتزم انه هو ريليشن شيب بين تو اورجانيزم اور تو ليفينج اورجانيزم، one of them live يعني and harm the host. هنا الهوست هو بالنسبة للأميبا الهوست هو الهيومن، والباراسايت عندي هو الأميبا اللي هي قلنا الإكزامبل عليها أنت بيستريتك. فأثناء ما يدخل الدودنم ويعبر الجيجنم والإليوم، إذن هو ما له علاقة بالسمول انتستين أبدا، راح يروح إلى اللارج انتستين. باللارج انتستين حقيقة راح يوصل إلى التشوز. إحنا قلنا بالنسبة للتشوز أو لارج انتستين أو أي تشو حتكون بالنسبة للانتستين حيكون ميكوزا سبب ميكوزا، وبعدين ماسكولارز، بعدين
اللي هي أدفنشيا اللي أخير الطبقة الأخيرة، بعدين نوصل إلى البلاد. نجي على الميكوزا سب ميكوزا. هنا أنا ممكن إنه يصير attachment by what by pseudobody. إذا تتحرك بالسودوبوديا هاي بالنسبة للتروفوزويد، وأيضا يصير بها attachment راح يسوي invasion يعني تغزو أو تحشر نفسها إلى بالميوكوزا، راح تبدي تتكون مثل ما يد ما نسميه إلى نسميه ال خلينا نشوفكم إن شاء الله أكو صورة. اكو صور شباب، بس خلينا توني مجال اميبا انت اميبا انت في هيستولوجيكا شباب. هنا نشوف انت في هيستولوجيكا مثل ما قلنا، هنا انا اشوف من صور هذه هذا هو التروفوزويد، وراح نشوف هذا اللايف سايكل. هنا أنا يدخل قلنا ماتشور سيست بالنسبة لرقم واحد، ده شوفون شباب هنا رقم واحد، هذه رقم واحد يدخل از ماتشور with the four nuclei ingested. بعدين رقم اثنين اذا تشوفون هو هنا تشوفون شباب هنا هو باللارج انتستين، باللارج انتستين حيصير به اكسستيشن، سوري بالسمول انتستين اكسستيشن. بعدين ينتقل الى رقم ثلاثة هنا، هذا قلنا الكولون ascending و descending، وهذا transverse colon، هذا ascending colon transverse و descending. وبعدين هنا حيصير بي تروفوزات، هنا تروفوزات مثل ما قلنا انه حيصير بي invasion to the mucosa and sub mucosa. ليش ينتقل شباب من الهيومن اوف ذا intestine to the mucosa؟ يعني ليش؟ لانه الحقيقة هو هذه التروفوزات it has no mitochondria، لهذا هو يعني نقدر نعتبر anaerobic، لهذا يعتبر الاكسجين هو توكسيك تو ات. بالاندليومن حيكون الاكسجين قليل موجود لكن قليل، لكنه مضر، فهو راح يهرب الحقيقه من الاكسجين الموجود بالاندليومن ويحاول انه اتاش تو ميكوزا سب ميكوزا ويسوي انفيجن. الحقيقه بعضها بالاندسب ميكوزا يبدي يصير بيه مالتيبليكيشن وتكاثر ويبدي ينطيني اعداد هائله من الاستروفوزويد، وعن طريق الباينري فيجن يعني عن طريق الانقسام الثنائي البسيط، يعني لانه هو اسكشوال. بعض الاحيان قد يتعرض الى انه الاتاتشمنت ما راح يصير به مضبوط، فراح يتحول هذا هو نفس التروفوزويت يتحول الى يمر بحاله او بروسيس نسميها الانسس، يعني هو اسمه صعدني عندي تو بروسيس في البدايه شباب. شفتوا انا رقم اثنين صار عندي اكس ستيشن اللي هي عباره عن the transformation of the cyst to the trophozoite، لكن incestation هو بالعكس حتكون تحول او transformation of the cyst to the trophozoite to the cyst. هذا cyst احنا قلنا there is no organ for motility، there is no organ for the attachment، ما عنده pseudobody. ليه قلنا يعني استخدمها الترافوزوite for the attachment also to the motility؟ cyst راح تروح وين؟ حتروح with the feces. لهذا من أريد أني أفحص هذا المريض أفحصه راح أدور in the feces، هاي يفيدني بالدياجنوزيس، أدور على السيست أو تروف، أدور على السيست. ليش؟ لأن هو عبارة عن الدياجنوستيك ستيج. إذا هنا ما قسمنا الدياجنوستيك ستيج
أني بالأشياء اللي فايندينج اللي لقيتها، أني لقيت أو استنتجت إنه اللي السيست اللي ممكن إنه يقاوم، يعني هذا the stand of the external condition راح تكون قاسية، فراح يحتاج إلى thick wall، راح مثل ما يلبس القبوط مالته خلينا نقول بالبرد أو بالظروف القاسية. فهذا هو السيست، لهذا أنا بالأسطول. لكن أحيانا أحيانا أنا ممكن ألقي تروفوزويد، هذا ممكن يسوي لي شور دايغنوزيس، لكن أنا من دي أبحث، أنا أبحث عن السيست، لأن متوقع 99% أنا راح ألقي سيست إذا كان أو أكو إنفكشن. لكن التروف أنا ممكن ألقيها 1%، وهذه تكون في حالات نادرة إذا كان جاش أوف دياريا مثلا. فلهذا هو الـ تكون عملية خروج الفيسز مثل قلنا بالدياريا حتكون اسرع من خروج من تحول التروفوزايت الى سيست، اسرع من عمليه الانسيستيشن. لهذا ممكن اني القي اني انه تروف، وما حتى ما القي بالشكل الشكل المضبوط الحقيقه، لانه هو كل شيء ديليكيت وسوفت وما عندها ثيك وول زين. فلهذا ممكن ممكن القي ديستراكتد، ممكن يعني يوصل بالشكل العادي الايدنتيكال الايديال، وممكن انه ما القي. لكن هو هذا اسبابه هنا فقط بالدياره. لكن بالفورم ستول ممكن ان القي، او اكيد اذا كان اكو انفكشن اكيد القي السيست. وي عندما قلنا من هذه السيست عندما يكون عندنا فيسز حيصير في عندما يصير contaminated with the food or water حينتقل إلى to the other human، ينتقل إلى other human. نحن شباب مثل ما قلنا هنا هذا هو ال trophozoid وهذا هو السيست. هنا أنا شباب عندما هذا دخول أو هذا هو عبارة عن tissue of the large intestine. هنا أنا دخول التروفوزويد دخوله ويسوي مثل التنل، هذا التنل ويسوي ما يشبه الفلاسك شيب، فلاسك شيب أبسز زين. بعض الأحيان حقيقة ممكن يسوي انفيجن ويستمر وكونتينيوس انفيجن، وممكن انه ينتقل to the blood وينتقل الى any organ in the body. لكن عندي 8% ممكن يروح للليفر ويسوي لي أبسز، سوي لي أبسز هاي ذي أذر بالليفر. هذا هو الشكل الأميبك ليفر أبسز الحقيقة، وممكن يؤذي لي ويسبب لي مشاكل عند الليفر. هذا التروفوزويت ستيج. بالنسبة للدياجنوز شباب مثل ما قلنا هو عبارة عن detection of the cyst in the stool، وايضا ممكن انه عن طريق السيرورجيكال اللي هي قلنا عبارة عن انتيبادي انتيجين انفكشن انتيجين رياكشن سوري انتيبادي اند انتيجين رياكشن. واي ممكن طبعا اكو الايزا واكو اذر سيرورجيكال تيست. التريتمنت هو الحقيقة بسيط ان شاء الله حسب الحالة. احنا قلنا اذا كان اكيوت حيكون التريتمنت كان ان شاء الله سمبل، وتبيند اون ذا ديتكشن اوف ذا دايجنوزز اور سيست اوف ذا ستول. فقط ممكن انطي فلاجيل. الفلاجيل الحقيقة هو يشتغل برود سبيكترام اون ذا ان ايروبيك مايكرو اورجانيزم، الحقيقة سواء كانت بكتيريا أو باراسايت، لأن هو ممكن إنه يلقف فقط الآن إيروبيك مايكرو أورجانيزم. لهذا هو يشتغل في وسط آن إيروبيكلي، لهذا هو يكون يعني تريت أور ديستروي ذا أنتيبيوتيك كان، لأن هي أصلا آن إيروبيك. فنبدي هنا ننطي فلاجيل حقيقة لمدة تقريبا 3 أيام، واللوزات موجودة تتغير يعني، بس كفكرة الفلاجيل مهم. واريد انكم تقرون شويه عن المود اوف اكشن اوف ات او سايد افكت، لانه حقق فلاجيل كلش كومون ونستعمله بكثره. وشوفوا لي هل هو سبيسيفيك فور ذا بكتيريا اور باراسايت، يعني هذا شويه اقروا عنه.
شاء الله خلصنا شباب، تسلمون. المحاضرة القادمة إن شاء الله حتكون الجيردياسيس. إذا أحد عنده أي سؤال يعني يرسل إن شاء الله، أو يسأل دكتور إسراء بالعملي إن شاء الله حتى تكون توضيحات أكثر عن الموضوع. أشكركم.